واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم الذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر. اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ على اتفاق شامل للمناخ في جلسة عامة ختامية. أعلن وزير الخارجية سامح شكري رئيس المؤتمر أن الوثيقة التي تمثل الاتفاق السياسي في المؤتمر جرت الموافقة عليها بالإجماع. وقال شكري إن البيان الختامي اتفق على إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي، كما أنه تم تأكيد على ضرورة توفير التمويل للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية. وجه الاتحاد الأوروبي الشكر لمصر على جهودها في تنظيم مؤتمر المناخ كاب 27 ومحاولتها الحثيثة للتوفيق بين المواقف التي بدت متباعدة للغاية في الأيام الأخيرة. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في الجلسة الختامية للمؤتمر: يجب اغتنام فرصتي 12 شهراً القادمة من أجل بذل المزيد لصالح قضية المناخ. قال رئيس الدورة 26 من مؤتمر المناخ ألوك شارما خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ إن قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار تاريخي ويشكل دافعاً للعمل المناخي، مؤكداً ضرورة اتخاذ تدابير إضافية عاجلة من أجل مواجهة التغير المناخي والحفاظ على الكوكب. عبر ممثل السعودية والمجموعة العربية في الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ كاب 27 عن خالص شكره للرئاسة المصرية لقمة المناخ، مؤكداً أن القمة شهدت جهوداً عظيمة لتقريب وجهات النظر في المفاوضات المختلفة بشأن مواجهة تداعيات تغير المناخ. أعلنت وزارة الصحة إجراء المسح السمعي ل3,738,000 طفل ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديث الولادة، وذلك منذ إطلاق المبادرة في سبتمبر من عام 2019. قال وزير الإسكان عاصم الجزار بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على منح مهلة لمدة 3 أشهر لاستلام قطع الأراضي السكنية المخصصة بمشروع بيت الوطن. انطلقت مرحلة جديدة لمبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ابني أديباً، والتي تهدف لتنمية مواهب الأطفال الفنية، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة في تعليم الأطفال الكتابة الأدبية والجرافيكس والتي استمرت على مدار شهرين.